الأدب الآن الولايات المتحدة مع الدكتور إحسان الخطيب. دكتور إحسان، منذ اللحظة الأولى لهذه العمليات العسكرية من قبل الفصائل الفلسطينية على جيش الاحتلال الإسرائيلي والمدن الإسرائيلية، لاحظنا أن هناك دعم أمريكي معتاد في الحقيقة لإسرائيل، سواء في حديث الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي أو حتى وزير الدفاع الإسرائيلي وزير الخارجية على مستويات القيادة أو مستويات الإدارة الأمريكية مع نظرائهم في الإدارة الإسرائيلية. ما مدى الدعم المقدم من الولايات المتحدة إلى إسرائيل في هذه المرحلة؟ هل فقط يمكن أن نختزله في أنه قاصر على الدعم العسكري؟ تحياتي أولاً. الدعم لا محدود، سيبقى غير محدود، يعني رغم كل الأحداث في الأراضي الفلسطينية، التصعيد الإسرائيلي، الحكومة اليمينية المتطرفة، الخطاب العنصري، الانتقاد من بعض الجماعات اليهودية في أمريكا، تستمر أمريكا في دعمها اللامحدود لإسرائيل. حتى أوباما الذي أراد انسحاب من العالم العربي وقطع العلاقة مع الخليج العربي على أساس النفط غير مهم، قال أن أمريكا تدخل في حرب إذا كانت إسرائيل تتعرض للخطر. وتنظر أمريكا للموضوع اليوم، يعني من يفتح التلفاز وينظر، منظمة بالنسبة لأمريكا منظمة إرهابية تهاجم حليفة أمريكا الأولى في الشرق الأوسط إسرائيل. هذه المقاربة ليست من أن هناك احتلال، هناك قضية فلسطينية تمتد لعقود، وهناك سجن كبير في غزة. لا تنظر الإدارة سياسيا إلى ذلك، ولكن وزارة الخارجية وموظفي الخارجية عندهم فهم عميق وجيد لما يحصل في فلسطين، وعندهم تصور لحل سلمي على أساس القانون الدولي، القرارات الأمم المتحدة. ولكن السياسيين في أمريكا لا تعتقد أن هناك تهديد لمصالحها في العالم إذا استمرت الأزمة في فلسطين كما هي، يعني وتتعامل أمريكا إذا فلت الموضوع، إذا توسع الموضوع تتدخل أمريكا. ولكن بالنسبة لها بين إسرائيل وبين الفلسطينيين فهي على جانب إسرائيل 100%، وهذا الموضوع لن يتغير مهما كان من يحكم إسرائيل. العملية النوعية التي قامت بها غزة ضد إسرائيل يعني عملية مفاجئة، أنا لم أتوقع ذلك حقيقة. أنا توقعت أنه يعني حماس مرتاحة تحكم غزة وهذا ما تريده، ولكن يبدو أن هؤلاء يخططون وهم في سجن كبير، واستطاعوا تدفيع إسرائيل ثمن جعل الشعب الفلسطيني في سجن كبير. والإسرائيلي لا يعجبه محمود عباس ولا يعجبه حماس، إذن من يريد أن يخاطب في الموضوع الفلسطيني؟ هي حلقة مفرغة، هذه دورة من الدورات، ولكن هناك اختلاف نوعي وكمي في هذه الدورة.